قررت النهارده هنبداها معاكم بفقره مع الناقد الرياضي هشام محسن، اللي هنتكلم معاه عن مباراه نصف نهائي بطوله افريقيا اللي انتهت امبارح بفوز الاهلي على الترجي التونسي 3-0. هنعرف كواليس الماتش ومباراه العوده وتاثير النتيجه على عبور الاهلي للدور التالي. تفاصيل تانية كتيره في الفقره دي استنوها. اما الفقره الثانيه هينورنا فيها الاستاذه مروه قباري كامل، المهندسه وصاحبه براند منتجات جلديه، اللي هنتكلم معاها عن البراند بتاعها ودعم الدولة ليها، وإزاي الشباب اللي عندهم مشاريع صغيرة يقدروا يبدأوا مشاريعهم دي، وبرضو تفاصيل كتيرة في الفقرة دي استنوها. بس زي ما عودناكم هنروح نشوف إيه أبرز الترندز اللي المصريين كانوا بيدوروا عليها على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الورد عليكم مرة تانية. خلونا بقى نبدأ خبرنا معاكم النهاردة لموضوع أثار ضجة كبيرة امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو التحديث اللي حصل على فيسبوك. تفاجئنا كلنا امبارح ان في طلبات صداقة اتبعتت بشكل تلقائي، واتقال ان في عطلة او تحديث على موقع فيسبوك، ومحدش كان فاهم حاجة طبعا. وطبعا المصريين كعادتهم بيتعاملوا مع كل حاجة وكل الامور بروح من الفكاهة، وانتشرت على طول البوستات والكوميكس الكوميدية. يا ترى اللي حصل ده حقيقي ولا لا؟ عايزين نفهم اللي حصل ده والعطل ده كان سببه ايه. هنعرف دلوقتي من ضيفنا اللي معانا على الهاتف، المهندس شاكر الجمل خبير امن المعلومات. صباح الورد يا فندم. صباح الورد على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. استاذ سلمى صباح الفل عليك. احنا كنت لسه بقول امبارح كان في حاله كده من الهرج والمرج على موضوع طلبات الصداقه بتاعت الفيسبوك، فقول لنا كده ايه اللي حصل امبارح وايه موضوع العطل ده؟ ده حقيقي فعلا. امبارح كان في ناس اشتكت مشاكل كبيره جدا في الفيسبوك، زي كمان البوستات اللي كانت ما كانتش بتظهر للناس بشكل تلقائي، وكان في اكتر من مشكله ظاهره. وكمان دلوقتي كل الناس بتتكلم عن المشكله دي واثرت ضجه امبارح. يعني فعلا اي حد امبارح دخل على بروفايل اي حد اتبعت له على طول بشكل تلقائي طلب صداقه، ده حقيقي؟ ده حقيقي فعلا. ده حقيقي، وده كان عيب خطير جدا في فيسبوك. والموضوع ده كمان يعني اثار ضجه كبيره جدا، وكمان يعني يعتبر ضد قوانين الخصوصيه اللي المفروض اللي احنا وافقنا عليها في الفيسبوك. ان في ناس كتير اتفاجئت ان اتبعت لها اد من ناس ثانيه ما تعرفهمش خالص، وده كان حاجه يعني خطيره جدا. طبعا هسبب كمان لناس احراج كبير جدا،
وطبعا المشكله بقى استاذ سلمى ان شركه ميتا ما طلعتش اعتذرت عن كده او لحد قالت دلوقتي. طب احنا هل لحد دلوقتي طب هل الموضوع ده تم اصلاحه ولا احنا لسه في نفس هو المشكله؟ لسه جاري الاصلاح، بس احنا يعني خلال البرنامج صباح الورد طبعا احنا عايزين نطمن الناس، لان اصلا ما في حاجه فكاهيه حصلت امبارح ان في اتنين مخطوبين حصل ما بينهم مشكله كبيره جدا بسبب الموضوع ده. فاحنا طبعا عايزين نعرف الناس ونقول للناس طب ايه المشكله او ايه اللي احنا نقدر نعمله عشان نحل هذه المشكله لغايه ما شركه ميتا تطلع تحل المشكله دي. لا معلش قول لنا، طالما ذكرت حاجه لازم توضح لنا. اتنين مخطوبين حصل ما بينهم مشكله. اتنين مخطوبين حصل ما بينهم مشكله بسبب ان خطيبها دخل على بروفايل حد فاتعمل اد بالغلط. فهي أوكي. طبعا كانت جنبه تقريبا، فشافت عنده بتقول له تعالى عايز اشوف الناس اللي انت بعت لهم طلب صداقه، لقته عامل طلب صداقه لسينما لصاحبتها تقريبا انتمت مشكله يعني اكيد واحده له. صاحبتها مفهوم. بالظبط كده. اوكي بالظبط كده. فحصل ما بينهم مشكله كبيره جدا طبعا امبارح الكلام ده، وهو كلها انا ماليش ذنب وكلام من ده، والموضوع كبر يعني. فاحنا بقى عايزين نطمن الناس ونعرف الناس طب الناس تعمل ايه؟ يعني ايه اللي المفروض ان احنا يعني نحل المشكله دي لغايه ما شركه ميتا تطلع تحل الموضوع ده؟ اعتقد ان الحل ان احنا ما نخشش على بروفايل اي حد ما نعرفوش دلوقتي لحد ما نتاكد ان تم تصليح هذا العطل. اول حاجه عشان الناس تتاكد ان هي ما بعتتش اد لحد بقى ما نشوف الموضوع ده، لازم ان هم يا فندم ان هم يعملوا ما يدخلوش، نفتح الفيسبوك بتاعنا عادي خالص. أوكي. وندخل على قائمه الاصدقاء تمام، ونضغط على سي اول. سي اول اللي هي مشاهده الكل، اللي هي بيظهر لنا الاصدقاء بتاعه الاشخاص اللي انا بعت لهم اد. ثاني كده عشان الناس برضو تاخد بالها، يبقى اول حاجه نفتح الفيسبوك بتاعنا، ندخل على قائمه الاصدقاء، هندخل على حاجه اسمها سي اول. سي اول اللي هي فيها مشاهده الاصدقاء كلها اللي عندنا، هيظهر لنا طلبات الصداقه بتاعتهم كلها. اوكي. وبعد كده نشوف الناس اللي احنا ما نعرفهاش يعني واتعمل لها طلب صداقه. وحصل لا قدر الله اد ليهم اللي احنا عملنا لهم اد، نبدا بقى قبل ما الشخص نفسه لسه ما قبلش الاد، نبدا ان احنا نكنسل الريكوست او نشيل طلب الصداقه. نحذف طلب الصداقه علشان ما يحصلش احراج، لان الموضوع بقى في احراج خطير جدا جدا. طب يا باشمهندس عشان الناس تستفاد مننا برضو، من ضمن الحاجات اللي انتشرت امبارح كان في ناس بتشير لينكات كده وبتقول خشوا على اللينك ده لو عايزين تعرفوا انتوا عملتوا طلب صداقه لمين والكلام ده كله. طبعا تمام. موضوع ندخل على اللينك ده منتهي تماما، والمفروض ما حدش يدخل على الكلام ده. ده حقيقي، ومن خلال برنامج حضرتك يا استاذه سلمى ما ينفعش ان احنا ندخل على اي لينكات يا جماعه، لان ممكن يكون اللينك ده ملغم، اللينك ده غير امن تماما، لان ممكن من خلال اللينك اللي بيتبعت والشخص ده بعته ممكن يكون هاك، يعمل هاك على حضرتك ويبدا ان هو ياخد كل الداتا بتاع حضرتك، وكده هنتسبب في مشكله اصلا. احنا هو الموضوع بسيط خالص زي ما قلت، زي ما هيك قلت هنخش على الفرنس ونشوف نبدا سي اول، وبعد كده نبدا ان احنا نشاهد كل الاصدقاء اللي موجوده عندنا، ونشوف الاشخاص الغريبه ان احنا اللي احنا بعتنا ليهم طلبات صداقه واحنا مش واخدين بالنا، نبدا ان احنا نكنسل الموضوع وخلاص. لكن موضوع اللينكات انا مش حابب ان احنا ندخل على اللينكات، وخصوصا حضرتك عارفه الفتره الحاليه بقى الموضوع غير امن تماما، والموضوع اللينكات دي ممكن شخص مثلا حابب ان هو يدخل ياخد الداتا او ان هو يعمل هاك على حضرتك ويبدا ياخد الفيديوهات او ياخد صور شخصيه لحضرتك ويدخل في. طب نصايح حضرتك ايه يا فندم، بما اننا ذكرنا برضو موضوع الهاكينج ده، نصايح حضرتك ايه ان الناس تقدر تامن البروفايلات بتاعتها وتامن الداتا بتاعتها؟ ايه ابسط الطرق من خلال الابلكيشن بتاع الفيسبوك ان انا اقدر اخلي الموضوع امن ومحدش يقدر يعمل لي هاك والكلام ده كله؟ اول حاجه يا فندم ما ينفعش اي لينك مبعوت لي من حد صديق ليا او حد صاحبي او حد زميل او كلام من ده ان انا افتح هذا اللينك على طول، لان اللينك ده ممكن يكون يدخلني في حاجه انا مش صحيح. انا في غنى عنها، وممكن الشخص نفسه اللي بعت لي اللينك يكون الشخص نفسه اللينك ده اصلا معمول له هاك اوريدي. اوكي بالظبط كده حضرتك. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما ينفعش برضو ان انا اعمل باسورد يكون سهل خاص بيا على الاكونتات بتاعتي، سواء بقى انستجرام سواء فيسبوك سواء تليجرام سواء
اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي لازم يكون الباسورد بتاعي سترونج ويكون قوي وما ينفع ويبقى في ات ويبقى في دوت ويبقى في سبيس ويبقى الحاجات دي طبعا مهمه جدا وهتخلي دايما الاكونتات بتاعتك قويه والهات نفسه ما يقدرش اللي هو يهكرني بسهوله. طب هنروح لموضوع تاني وهو الابلكيشن بتاع الواتساب. برضو مؤخرا تم تحديث الواتساب ويقال انك تقدر تفتح الواتساب دلوقتي من اكتر من جهاز او من اكتر من تليفون، ففي تحديثات تانية للواتساب، فازاي برضو نقدر نأمن الابلكيشن بتاع الواتساب من انك ما يبقاش حد تاني فتحه من تليفون تاني وانت ما عندكش علم بده؟ هو الموضوع سهل خالص، هو فعلا الواتساب نقدر دلوقتي اكتر من تليفون اقدر ان انا ادخل من خلاله وافتح الواتساب. الموضوع ده جديد، ده جديد، ده حقيقي فعلا، وشركه ميتا طبعا طلعت واتكلمت في الموضوع ده ان يقدر اربع اشخاص يفتحوا في نفس التوقيت الواتساب بتاعي وكلام من ده. فانا النهارده ان انا اقدر برضو ان انا اامن نفسي ان انا ادخل على السيتنج بتاع الواتساب بتاعي وابدا ان انا اشوف الجهاز. يعني هو الواتساب اصلا في الاعدادات من جوه بيقفل حضرتك الجهاز نفسه اللي داخل من على تليفوني، سواء بقى خاص بيا او سواء تليفون ثاني غير التليفون. مثلا انا لو انا شغال على اندرويد يقول لك الجهاز ده مفتوح من انهي تليفون ومكانه فين. وفي طريقه تانية ان انا اقدر اخلي لو انا هفتح من جهاز تاني لازم اكتب باسورد معين اكون انا مختاراه، ده برضو بقدر اعمله من السيتنجز او من الاعدادات بتاعتي. بالظبط كده، ده انا كمان يا استاذه سلمى بدخل على اللينكد ديفايس وببدا ان انا لو في جهاز متصل غير الجهاز بتاعي بعمل لوج اوت على طول، بخرج منه ان انا ان الشخص ده داخل من عندي، لا انا هعمل له لوج اوت ان هو ما يقدرش اللي هو يدخل معايا خالص ان انا ويستفيد ويشوف الرسائل اللي انا ببعتها للاشخاص وكده. نشكرك شكرا جزيلا المهندس شاكر الجمل خبير امن المعلومات على تصحيح هذه المعلومات. طيب دلوقتي خلينا نروح نشوف درجات الحراره المتوقعه النهارده ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم مرة تانية. طبعا إقامة حياة زوجية ناجحة ده أمر مش سهل خالص، بيتطلب عدة عوامل لاستمرارها بشكل أكثر هدوء ومرونة في التعامل بين أفراد الأسرة، وده طبعا بيكون بفضل التفاهم ما بين الزوجين والعمل على تخطي العقبات والتعامل مع المشكلات الزوجية بهدوء وتوازن. عامة إيه النصايح اللي ممكن نعملها لإنجاح العلاقة الزوجية وجعلها أكثر استقرار؟ والمهم طبعا المقبلين على الزواج إن هم يتبعوا هذه التعليمات. ده اللي هنعرفه من دكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية. صباح الورد يا دكتور.
يا صباح الورد وصباح الفل عليك وعلى كل المستمعين، اهلا بيكي. صباح الورد عليك يا دكتور. طبعا اي حد بيسمعني دلوقتي هتلاقي جاي في دماغه كده الجمله بتاعت خلف انت بتكذب يا خلف، الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل خالص، وفكره الحياه الزوجيه الهاديه وبهدوء ومرونه والكلام اللطيف ده مش سهل، يعني خاصه ان احنا دلوقتي شايفين حتى يمكن الدراما الرمضانيه كان فيها كميه مشاكل اسريه وكميه طلاق وكميه الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، وده موجود فعلا على ارض الواقع. فقول لنا كده من خبرة حضرتك، إزاي أي زوجين بيسمعونا إزاي يقدروا يحافظوا على حياة سهلة وسلسة ومرنة خالية من المشاكل؟ بصي طبعا الموضوع فيه جوانب كتيرة جدا، يعني هو الموضوع هو أنا بقالي كام سنة، أنا بدأت أصلا اتجوزت ولا لسه، أنا بدور ولا ما بدورش، عندي عيال ولا ما عنديش، يعني في حاجات كتيرة قوي، مستوى الثقافة بتاعتي زي مستوى الثقافة بتاع شريك حياتي ولا لا، ففي جوانب كتير. فخليني كده اقدر اقول لك كده شويه حاجات ممكن تفيد كل الناس، يعني سواء انت متجوز او مش متجوز. اول حاجه انا لازم ابقى صادق جدا مع نفسي، انا كزوج او انا كزوجه، انا لازم اقعد قاعده مع نفسي كده بيسميها قاعده الوعي الذاتي، ان انا ابقى فاهم نفسي. يعني ايه ابقى فاهم نفسي؟ يعني ابقى فاهم هو ايه معنى الجواز بالنسبه لي؟ يعني انا ليه بتجوز؟ ايه الهدف؟ دايما احنا لما بنيجي نعمل اي حاجه في حياتنا علشان ما تعملش الحاجات دي وبعد كده ترجع تندم او تكتشف ان مش ده اللي انت كنت عايزه، ان انا في البدايه خالص قبل ما اعمل اي حاجه انا لازم اسال ايه الهدف؟ وانا بعمل ده ليه؟ ده بيشبع لي ايه جوايا؟ ده هيرضيني في ايه؟ فاحنا لازم نكون عارفين احنا كزوج او زوجه او حتى مقبلين على الجواز هو ايه معنى الزواج بالنسبه لي؟ انا شايفه ازاي؟ انا توقعاتي ايه؟ انا عايز ايه من العلاقه دي؟ طب لازم الحاجه اللي انا عايزاها يكون نفس الشخص عايزها، يعني لازم يكون في توافق في رغبتنا احنا الاثنين في هذا الامر، ولا مش شرط كل واحد ممكن يكون عايز مش حاجه؟ شرط. مش شرط خالص، بس على الاقل خالص نبقى عارفين، يعني على الاقل خالص انا ابقى عارف شريك حياتي هو عايز ايه او معنى الزواج ايه بالنسبه له، وانا اعرف ايه معنى الزواج بالنسبه لي، واحنا الاثنين بنقول لبعض علشان ما يبقاش عندنا حاجه اسمها التوقعات. التوقعات الغير معلنه، ان انا دايما ببقى انا عندي صوره كده، احنا للاسف يعني من غير ما يبقى عندنا الوعي الكافي، احنا معظم افكارنا ومعظم معتقداتنا بناخدها بشكل غير واعي من خلال مرحله الطفوله. يعني انا بتفرج على افلام شكلها عامل ايه، بتفرج على مسلسلات شكلها عامل ايه، انا طالع من البيت شكله عامل ازاي، دور بابا كان شكله عامل ازاي، دور ماما، كل ده بيتخزن جوايا بيخليه عندي فكره عن الزواج وعن شريك الحياه. فلما باجي بتجوز ببقى عايزه صوره الى حد ما قريبه او مشابهه للي في دماغي او للي انا عشته وشفته. هل بقى انا سالت نفسي الصوره دي اصلا صح ولا غلط؟ او تناسبني ولا لا؟ تناسبني ولا لا؟ تناسب شريك حياتي ولا ما تناسبش شريك حياتي؟ فابسط حاجه ان انا اعملها ابقى بسال نفسي الاسئله دي، اللي هو ايه المعنى؟ طب انا جايب منين الفكره بتاعت الجواز؟ طب مثلا لو انا حد متدين، طب الدين حاطط ايه العوامل اللي بتقول يعني الجواز ده مبني على ايه؟ الجواز ده ايه الهدف بتاعه؟ طب انا عندي صوره كده احاول اصحح الصوره بتاعتي، لاني احيانا مثلا انا كزوج مثلا يعني ابقى متخيل ان الجواز ده ان انا هتجوز ومعلش سوري يعني هيبقى في علاقه جنسيه هي دي العلاقه المهمه في الموضوع، وبعد كده انا بشتغل وبجيب فلوس ماليش دعوه باي حاجه. فهو ده التصور بتاعي بتاع الجواز. ان انا ادور على بنت الحلال الحلوه الاموره اللي انا هشبع فيها رغباتي، وفي النهايه انا في فلوس معينه انا بدفعها، طب انا ماليش بقى دعوه بالبيت ولا بمشاكل البيت ولا بالعيال ولا بمرض العيال ولا بمدارس العيال، لا انتوا خدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها. وطبعا ده بالاكيد ده هيتسبب في ايه؟ هيتسبب في مشاكل كبيره جدا بين الاثنين، ان ممكن ساعتها تكون الزوجه شايفه ان الزواج هو عباره عن مشاركه، ان احنا الاثنين بنشارك بعض في كل حاجه. هي مش الزوجه شايفه، هي دي حقيقه الامر، هو الجواز عباره عن مشاركه. لا هو بصي هو بس هي برضو المشاركه عباره عن ايه؟ المشاركه عباره عن 100% و100%، يعني مش انت 50 وانا 50، لا هي المشاركه عباره عن ان انا ليا دور 100% بقوم بيه وانت ليك دور 100% بتقوم بيه. بس في النهاية الاثنين مشاركة، عشان بس نبقى 50 60 30 في مشاركة، كل واحد وقدرته. صحيح، بس احنا لو مش قاعدين مع بعض ومحددين أدوار الشراكة دي، هيبقى إيه اللي بيحصل؟ إن كل واحد متوقع إن ده دورك، لا ده مش دوري.
طب ازاي يا دكتور عشان يعني الموضوع يبقى اكثر سهوله، يعني ازاي الناس توصل للمرحله دي من النقاش؟ يعني احنا بنشوف ازواج ما بيعرفوش حتى يتناقشوا، ما بيعرفوش يقولوا لبعض انت دورك كذا وانا دوري كذا من غير ما يقلبوا الترابيزات على بعض زي ما بيقولوا، او ينكدوا على بعض زي ما بيقولوا. فازاي يوصلوا للمرحله بتاعت ده دورك من فضلك اعمله وهو يعمله وهو راضي، ده دورك اعمليه تعمله وهي راضيه، يبقى في تفاهم كده وتناغم في العلاقه؟ طيب ده برضه هيخليني ارجع لفكره ايه، ان انا ممكن اكون انا كزوج او كزوجه لازم احط واحنا قاعدين مع بعض القعده دي هو ايه الهدف من القعده؟ انا لازم نقعد مع بعض كده ونقول لا انت متخيله القعده اللي احنا قاعدين دي علشان ايه؟ ايه الهدف منها؟ الهدف منها ولا انت تطلعي غلطانه ولا نطلع غلطان، لان احنا كلنا مشاركين في العلاقه دي. ان احنا نحل. لكن الهدف ان احنا بالظبط كده، ان احنا مش بس نحل، كمان ان احنا هنحط ايه العلاقه بتاعتنا، عايزين نحط لها شكل، عايزين نحط لها قيم، عايزين نحط لها اولويات، يبقى كل واحد فينا عارف ايه ادواره وايه توقعاته من الطرف الثاني، ويبقى في عندنا بقى المينتننس بقى اللي هو ايه عمليه الصيانه. لا احنا مش قعدنا اول مره وخلاص على كده خلاص، يعني لا احنا ممكن كل اسبوع، كل 15 يوم، كل شهر بنقعد مره بنشوف احنا حققنا ايه وما حققناش ايه. الفكره بصي عايز اقول لك ايه، هي زي اي شركه في الدنيا، يعني انا لو فكرت في الجواز كاي شركه في الدنيا، لو الشركاء دول مش بيقعدوا مع بعض ومش فاهمين ادوار بعض ومش عارفين احنا هدفنا ايه من الشركه دي وعايزين نوصل لايه، فاكيد الشركه دي مش هتستمر. صحيح، هتبقى مبهمه، ما حدش عارف، ماشيين كده وخلاص، هتبقى الخناقات كتيره. لا انا متوقع منك ان انت كنت تعمل كده، لا ده دورك انت، لا ده مش دوري انا، طب احنا عايزين نتجه الاتجاه ده، لا احنا مش هنتجه الاتجاه ده، فاحنا بقينا احنا مش فاهمين احنا ماشيين ازاي، فاحنا ماشيين كده بالبركه وخلاص يعني. طب دكتور ايه حضرتك في البيزنس انا ممكن افك الشريك، لكن انا في الجواز بيبقى بقى صعب، بيبقى فيه مسؤوليات، بيبقى فيه اولاد، فممكن تلاقي بقى احنا خلاص عايشين مع بعض علشان عايشين مع بعض. صحيح. طب حضرتك يا دكتور استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، فحضرتك بتشوف حالات كتير من اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، واحنا بنقول ان بنشوف ناس بيتطلقوا بعد شهر وشهرين من الجواز، يعني ابتدت بس مش يبقى الموضوع الطلاق بقى كتير، لا بنشوف حالات شاذة وغريبة، يعني مش بتكلم على ناس مشهورة موجودين أو حاجة، بتكلم في العموم ده بقى موجود بشكل كبير جدا. فتفتكر أو من وجهة نظر حضرتك والحالات اللي بتشوفها، إيه الأسباب الرئيسية اللي بتخلي الناس يتطلقوا بهذا الكم وبهذه السرعه؟ بص احنا طبعا عندنا احصائيات الطلاق عاليه جدا، يعني ممكن يكون مثلا كل ساعه ولا حاجه في كام واحد حد بيتطلق يعني. فهي الفكره ان احنا النظره الماديه للجواز مادي. ان انا ابقى هدفي مش مادي فلوس، مادي حتى جسدي او مادي، انا 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 متوقع طلبات ماديه من الطرف الثاني، ومش فارق معايا اني انا بقى افهم الطرف الثاني، انا عايز اشبع انا رغباتي، عايز اشبع انا الفكره بتاعتي بشكل مبسط عندي. عايز اخد وانا مش عارف انا هدي ايه. بالظبط كده، بالظبط كده، انا انا عايز اخد وحاطط ده في دماغي، والفكره فكره ماديه بالنسبه لي، فلما بلاقي ان الطرف الثاني مش بيعمل ده وان مش ده اللي انا كنت متوقعه، فطبعا هنا بيحصل خلافات، احنا ما قعدناش مع بعض في البدايه، احنا في بداية أي علاقة كل طرف فينا بيحاول يعمل إيه؟ بيحاول يظهر أفضل ما عنده، ودي برضه مشكلة. صحيح. أنت أنت بتحاول تفضل تظهر أظهر مع أفضل ما عندك، بس أنت 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 هتعيش 20 30 سنة مفروض مع 40 سنة، فبيحصل صدمة بعد الجواز. طبعًا، فبرضه عندنا أفكار كتيرة مغلوطة، إن أنا هاخدها وهغيرها وهاخده وهغيره والحاجات دي ما بتحصلش. طبعًا. اللي فيه طبعًا ما بيغيروش. الوعي الكافي، او مثلا انا ممكن اكون انا بهرب من بيتي علشان عايز اتجوز، علشان اهرب من ابويا، او اهرب من فقر، او اهرب او خايفه من حاجات معينه، خايفه قطر الجواز يفوتني، كل الحاجات دي في النهايه معناها شكلها بسيط جدا، ولكن لما نيجي نحطها في التطبيق بتعمل كوارث. طبعا طبعا. نشكرك شكرا جزيلا. الوعي ان انا اعي انا 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 عايز ايه من الجواز، انا خطتي ايه، انا رؤيتي ايه، انا قيم ايه، قيمه هو ايه، حاجات كتير قوي محتاجين، لان هي فعلا علاقه يعني مش سهل ان احنا ننفصل ويبقى في مشاكل وقت. فانا حاجه اخيره بس كده، الناس اللي تتجوز يا ريت قبل ما نتجوز كده نكون عملنا كل الحاجات دي، لكن ما نخلفش، عشان انا بشوف المشاكل دي، ما نخلفش قبل او ناخد القرار ده قبل على الاقل سنه، نكون توافقنا مع بعض وبعدين ناخد هذا القرار وتاكدنا ان احنا شبه بعض وقادرين نكمل الحياه دي مع بعض. نشكرك ونشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب ماجد استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري. طيب نروح بقى لموضوع تاني وهو موضوع التكريم. التكريم دايما من اهم الحاجات اللي ممكن تحصل في حياه اي حد،
اننا نشوف حصاد تعبنا وشقينا، ده شيء مميز جدا. ممكن يكون التكريم ده عباره عن منصب او ترقيه، ممكن كمان يكون عباره عن محبه وتقدير، زي ما حصل مع اساتذه كليه الهندسه بنات جامعه الازهر اللي فاجئوا الطالبات بتكريم استاذهم بالورود لحسن معاملته ليهم طوال سنين الدراسه في اخر محاضره ليهم بالكليه. حقيقي اللي زي دكتور علي راشد لازم نشيد بيهم ونقول لهم على الهوى انتم مثال للاستاذ المثالي. خلونا دلوقتي نستقبل اتصال من دكتور علي راشد. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الفل على حضرتك. طبعا كلنا شفنا صور حضرتك على السوشيال ميديا، وخليني اقول لك يعني لازم اقول لك برضه مبروك، لان دي حاجه من الحاجات اللي تعتبر ترقيه انا في وجهه نظري. الله يبارك فيك. فكلمني عن الواقع دي واحساسك ساعتها لما لقيت التلامذه بتوعك بيدوا لك ورد وبيشكروك على وجودك في حياتهم. والله انا ما كنتش متوقع الحقيقه، لان يعني ما بيتمش اكتر من ان اللي المفروض كل عضو هيئه تدريس بيعمله، يعني ما فيش اكتر من كده يعني. لكن فوجئت فعلا بانهم يعني عاملين احتفال في اخر محاضره، وعاملين الشكل اللي موجود على الفيسبوك اللي حضرتك شفتيه، فانا فوجئت الحقيقه يعني يعني بيهم الحقيقه. طب كل واحد يا دكتور بيبقى الى حد ما عارف يعني شويه الناس بتحبه ليه او هو مميز في ايه، تفتكر طلبتك بتحبوك؟ والله يعني انت مميز الحقيقه. انا مش مميز، ولا انا شايف ان اللي بيتم عادي، لكن هم يعني اللي بيبالغوا في انا ما اعتقدش يعني. كده ده واضع من حضرتك. الله يخليك. ابدا يعني عادي، ما فيش اي مشكله يعني بحضر المحاضرات في ميعادها، بديلهم يمكن اللي مأثر فيهم شويه مساله ان بيتوزع عليهم الكتاب مجاني، في يعني في بعض الزملاء بيبيعوه الحقيقه. يعني انا شايف ان يعني ان الطلبه ما هماش مصدر رزق لعضو. بس خليني اقول لك ان حتى الكتاب مجانا دي فكره عظيمه جدا، لان احنا يعني احنا بنشوف بيحصل ايه في هذه الامور. الحقيقه يعني الكتاب مجانا ده انا يعني اما كنا طلبه كان الكتاب فعلا بيتوزع علينا مجانا. يعني هو عاده الواحد بيقلد التجربه اللي هو مر فيها. يعني في الاونه الاخيره بس انا شفت فعلا ان مساله الكتاب الجماعي اصبح تجاره، ودي مش كل الناس تقدر يعني طب حضرتك ازاي شايف ان حضرتك عادي؟ يعني انا لو طالبه هقول ان الدكتور ده قلبه علينا جدا وحاسس بينا جدا، فده شيء مش عادي خالص، خصوصا في الزمن اللي احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان طبع الكتاب ما هوش مكلف قوي خاصه في الجمله، حتى لو وتوزيعه، ما هي دي بقى هي المشكله. يعني الطلبه ما هماش هم مصدر الرزق العضو هيئه التدريس، يعني ما هماش التجاره. يعني انا الحقيقه بنتقد يعني بعض الزملاء قله الحقيقه اللي بيبيعوا الكتاب، او ممكن يتوزع حتى كبي دي اف كنسخه الكترونيه بحيث انه ما يبقاش يعني مكلف اصلا. يبقى مجانا برضه يعني. اللي عايز يشتري نسخه ماشي، بس يبقى متاح صحيح. ان هو موجود بي دي اف. يعني تهيألي ده حق كل طالب. كنا في الكليه كده يعني زمان طبعا، صحيح. مش كده، ما كانش في بي دي اف، انما كان فعلا متاح ان الواحد ياخد الكتاب ويقراه، ويعني من غير المقابل او الاسعار في الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا فيها دي. صحيح. يعني التعليم يعني من حق الجميع. طب انا عايزه اقول لحضرتك طبعا ده اساسي. انا عايزه اقول لحضرتك دلوقتي يعني عايز تقول ايه للطالبات على الهوا؟ يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم لما يتخرجوا، وعايز اقول فرص العمل، اي فرصه عمل تيجي لازم نمسكها. من ساعات بيبقى كل طالب او كل خريج نفسه يشتغل في تخصص معين، يعني حتى تخصص هندسة الحاسبات في أفرع كتير، وساعات بيبقى برضو الطالب ميوله أو الطالبة ميولها ناحية حاجة معينة. أنا رأيي إذا جت فرصة عمل في أي اتجاه لازم أمسك فيه وأبذل أقصى ما أستطيع لإثبات نفسي في 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 هذه المهمة، وما بصش للثمن في الأول بالذات.
ما بصش لان هاخد كام وانا المفروض اخد كام، دي ما تبقاش في الاعتبار خالص اساسا. ليه؟ لان انا لسه في بدايه حياتي العمليه، انا بكتسب حاجات لا تقدر بمال، بكتسب التعامل مع المجتمع ازاي، يعني بكتسب حاجات غير محسوسه اساسا. فانا بنصح ان اول فرصه عمل تتاح امسك فيها بغض النظر عن التخصص الفرعي اللي وبغض النظر عن الماديات كمان، يعني حتى لما طلبت من حضرتك توجه الرساله للطالبات وجهت لهم برضو رساله مهمه ليهم، يعني مش شيء يخصك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي راشد، والف الف مبروك مره ثانيه. طيب، على مدار الأيام اللي فاتت وفي حالة من الرفض لمسلسل كوين كليوباترا اللي أعلنت منصة نتفليكس العالمية أنه خلاص قرب على العرض أو هو تقريبا خلاص بيتعرض دلوقتي، طبعا ده بسبب الأخطاء التاريخية اللي الناس شافتها في البرومو الخاص بالمسلسل لحد ما تم عرض الحلقة الأولى واللي حقيقة فيها كم من الأخطاء الكبرى اللي لازم نقف عندها. الموضوع مش مقتصر على تزوير التاريخ بس، ولكن كمان المستوى الفني اللي بان أنه مليان بالأخطاء، وده اللي خلى كبير المواقع المتعلقة بالتقييمات زي IMDB وروتين توميتوز تحذف التقييمات دي بعد ساعات من طرحه على المنصة بعد ما وصلت لأقل مستوى ليها. عامة تفاصيل أكتر خلونا نعرفها من دكتور محمد رمضان العرجة، مدرس التاريخ اليوناني الروماني بجامعة القاهرة. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام. صباح الورد على حضرتك. طبعا موضوع مسلسل كليوباترا ده من اول فعلا ما البوستر حتى نزل، مش بس البرومو، وفي حاله من القلق على السوشيال ميديا والناس كلها قبلت الموضوع بالرفض، واحنا طبعا عارفين ليه، لان ظهرت كليوباترا فيه بعرق مختلف عن عرقها الحقيقي وفي محاوله لطمس التاريخ الفرعوني. فكلمنا كده عن الاخطاء التاريخيه الموجوده في المسلسل ده وايه ابرزها. طبعا دي مش حاجه جديده، يعني لسه بتحصل من دول، ربما هي انتشرت اكتر الفتره الاخيره طبعا بسبب وجود الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن كان هناك محاولات قديمه، من اهمها طبعا المحاوله اللي كانت في عام 1991 عندما الف مؤرخ اسمه مارتن برنال كتاب يسمى أثينا السوداء، اللي حاول يربط فيه الحضارات الشرقية زي الحضارة المصرية بالحضارة الغربية المتمثلة في الحضارة اليونانية. وقال بالفعل أيضا أن كليوباترا في هذا الكتاب أصلها سوداء، وأن كليوباترا هي أفريقية، وربما في الوقت ده طبعا وجد تحدي كبير من كثير من المؤرخين في ذلك الوقت، على رأسهم طبعا المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى العبادي، وتم ترجمة هذا الكتاب اللغة العربية. طبعا لم أجد أي دقة من قبل القائمين على هذا العمل الذي يعرض حاليا على موقع نتفليكس، خاصة أنه يعني فيلم وثائقي وليس عمل درامي، فحتى العمل الدرامي يجب ان يخضع ايضا للمراجعه من قبل المتخصصين سواء في التاريخ. لا، في لازم يكون في وثائق ومصادر وتاريخ الاعمال دي، ما بتقومش كده. صحيح، متخصصين، اولا متخصصين في الاثار اليونانيه والرومانيه، ومتخصصين في التاريخ اليوناني الروماني، لان طبعا عمل زي ده هيكون له تاثير كبير اكثر من المؤلفات التاريخيه نفسها، لان هو هنا هيكون موجه لطبقه عريضه، مش الطبقه المثقفه بس او مش الطبقه المتقدمه. احنا في عصرنا ده اعتقد ان الافلام دي هتبقى زي البرديات زمان، فهو ده التاريخ بتاعنا دلوقتي، فلو انا بطمصه من دلوقتي او بزيف فيه فقدام قوي هنكتشف ان الفراعنه دول مش تبعنا، عشان احنا عمالين طبعا بدور في ناس كتيره زي دكتور زاهي حواس بيقدم دايما زي مثلا طبعاً سلسله طبعاً جذور مصر القديمه، علم المصريات الايجيبتولوجي والكلام ده كله، طبعا ده دوره كبير جدا في هذا الامر، ولكن احنا بنشوف زي ما قلنا محاولات كتيره لطمس التاريخ. فقول لنا دلوقتي ايه الحاجات اللي حضرتك شفتها في الحلقات الاولى من المسلسل وشايف ان دي اخطاء؟ اولا هو بس الحلقة الأولى من المسلسل هو مجرد البوستر نفسه. صحيح، وهو تصوير كليوباترا السابعة وهي الملكة المقدونية، ومقدونيا هي تقع في شمال بلاد اليونان وتجري في عروقها الدم اليوناني، يعني ملكة أجنبية تنتمي إلى سلالة البطالمة. البطالمة في المسلسل يعني تقال إحنا مش عارفين والدتها تكاد تكون مصرية أو لا، أبوها تكاد تكون أمه مصرية ولا لا، يعني بشكل إيه غير مبهم كده. لا طبعا، هي كليوباترا هي ملكة أجنبية تنتمي إلى سلالة البطالمة اللي جم من مقدونيا في شمال اليونان، لم تكن فيها قطرة دم مصرية.
ايه اللي خلى كليوباترا ترتبط بانها ملكه مصريه وهي امتداد للملكات المصريين الفراعنه؟ اولا لانها كانت اقرب الملوك البطالمه المصريين، وكانت في نظر الشعب المصري بطله لانها حظيت بتأييد كامل منهم واعتبروها هي ملكه مصريه. ايه تاني؟ لانها كانت من ضمن الحاجات اللي هي كانت بتتقنها تعلم اللغات، وخاصه اللغه المصريه القديمه في خطوطها الثلاث، والكثير منها حتى انها اتقنت اللغه العربيه لدرجه انها كانت لا تحتاج الى مترجمين. لكن انا شايف ان اختيار رواد الفيلم لشخصيه كليوباترا السابعه لان هي كانت لها شهره كبيره، شهرتها في التاريخ القديم حتى وقتنا هذا فاقت كل ملوك وملكات البطالمه. ايضا عصرها نفسه اللي كان عصر فيه تداخل وازدواج جانب فيه يخص التاريخ المصري في احدى حقب الحاسمه، وهي الفتره البطلميه اللي حكمت فيها دوله البطالمه مصر حوالي 3 قرون تقريبا من 305 حتى 31 قبل الميلاد. الجانب الاكبر بقى اللي بيمثل مرحله مهمه من تاريخ الجمهوريه الرومانيه، وهي القوه اللي في العالم القديم في الوقت ده. لما نيجي نبص هنا احنا بننقد الفيلم ده ليه؟ لان كليوباترا مش جزء من التاريخ اليوناني فقط او التاريخ الاوروبي فقط، بل انها ايضا هي جزء من التاريخ المصري والتاريخ القومي بتاعنا، لان هي في على اي حال من الاحوال هي ملكه كانت تحكم مصر، كانت ملكه على مصر في ظل وجود الامبراطوريه الرومانيه اللي هم صوروا كليوباترا على انها ملكه شرقيه، وانها ملكه استخدمت كل السبل واستخدمت يعني قاده روما العظام في ان تصل الى اهدافها وان تصبح ليس فقط ملكه على مصر متوجه عن طريق استخدام مثلا يوليوس قيصر ومن بعده ماركوس انطونيوس، ولكنها ارادت ان تصبح ملكه متوجه على الرومان وان تصبح مدينه الاسكندريه هي العاصمه بدلا من روما. طبعا احنا تم اتخاذ خطوات سريعه بعد موضوع المسلسل ده، وبيتم تحضير فيلم وثائقي عن كليوباترا صحيح. فهل حضرتك بتقول للناس دلوقتي ان هم يقطعوا الفيلم ده، لان احنا عايزين نتكلم على خطوره وجود مسلسل زي ده على هذه المنصه؟ اولا من واجبنا ومن واجب طبعا، وانا يعني بدعم القناه الوثائقيه اللي هي بصراحه عامله شغل محترم جدا، حقيقي ان هم هيردوا. احنا هنا الرد لازم يجي مننا احنا كمصريين، وبرضو دكتور زاهي حواس عمل فيلم وثائقي قبل عرض الجزء الاول من الفيلم بتاع نتفليكس عجبني برضو جدا. وطبعا لازم الفيلم يكون، وانا متاكد طبعا القناه الوثائقيه المصريه هتعتمد على متخصصين، هنا متخصصين اقصد بقى علماء اثار. ليه؟ لان احنا عندنا هناك الكثير من الاثار الخاصه بالملكه كليوباترا السابعه، سواء كانت بقى تماثيل او عملات معدنيه او العملات نفسها اللي وجدت، او الوثائق البرديه اللي هي يعني كانت مصر متفرده بها، الوثائق البرديه اللي كتبت على ايدي العامه اللي بتؤكد ان كليوباترا السابعة هي ملكه يونانيه ولكنها كانت اقرب ملوك البطالمه. وبالتالي بما لا يدع مجالا للشك ان كليوباترا السابعة صورت في التماثيل التي عثر عليها لها حتى الان والمحفوظه في اكثر من المتاحف الاوروبيه، انها ملامحها كانت ذات الملامح اليونانيه، صورت في الهيئه الهيلينستيه وليست في الهيئه الشرقيه، ولا تختلف تماما طبعا على الهيئه التي ظهرت بها في الفيلم الوثائقي المعروض حاليا. الى جانب ما ذكر عنها ايضا في كتابات المؤرخين الكلاسيكيين، وعلى راسهم طبعا المؤرخ بلوتاركوس اللي ذكر سيره كليوباترا في اثناء حديثه عن ماركوس انطونيوس، واللي اكد انها سليله بيت مقدوني وبيجري في عروقها الدم الملكي الالهي يعني. صحيح. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد رمضان العرجه، مدرس التاريخ اليوناني الروماني بجامعه القاهره. طبعا الموضوع بعيد كل البعد عن اي عنصريه، احنا بنتكلم في ان ده طمس للتاريخ وتزوير ليس اكتر. خلونا بقى ننهي الانترو معاكم النهارده بخدمات صباح الورد، هنشوف اسعار السلع الاساسيه والذهب والعملات، نرجع لكم مع اول فقرات.
صباح السعادة عليكم من جديد. امبارح طبعا كلنا تابعنا الأهلي والترجي التونسي في مباراة الذهاب النصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي انتهت بفوز الأهلي 3-0. يا ترى هل كانت النتيجة دي متوقعة أو هيكون تأثير ده على الأهلي إيه في مباراة العودة؟ كل ده وأكتر هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو الناقد الرياضي هشام محسن. صباح الورد عليك. انا بقول محسن صح؟ لا محيسن، بس محيسن. ما فرقتش كتير يعني. زحزحنا ليه؟ هشام محيسن، مش عارف ليه عندي مشكله في الموضوع ده، بس هشام محيسن. هي اتلخبط شويه. صباح الورد عليك. صباح الفل. خليني بقى اقول لك ان الماتش امبارح كان اكتر من هايل، جماهير الاهلي طبعا مبسوطين جدا جدا، وحقيقي ماتش كان حلو حلو حلو. فحللنا كده الماتش سريعا وبعدين هبتدي بقى اخش معاك في تفاصيل كتير قوي. جميل. هو طبعا ما فيش شك ان الاهلي امبارح قدم مباراة تاريخية كبيرة جدا في تونس على استاد رادس. هو طبعا معروف طبعا ان استاد رادس او ملعب رادس ده وش السعد دايما على النادي الاهلي. الاهلي قدر يحقق فيه 4 انتصارات، طبعا ده رقم تاريخي كبير جدا ان انت تتغلب او تفوز على فريق كبير وفريق محترم عريق زي الترجي التونسي على ملعبه 4 مرات تاريخيا، فده رقم كبير جدا. مباراة امبارح تحديدا فهي هتبقى تاريخية في تاريخ دوري ابطال افريقيا، لانه الاهلي ما فازش قبل كده على الترجي 3-0 في رادس. نتيجه بتؤكد ان الاهلي فعلا هو المرشح الاقوى والافضل للبطوله مع صن داونز. احنا اخر 5 مباريات بيننا وبين الترجي كسبنا 4 والترجي كسب مباراه واحده بس. مظبوط. لا هو في السنين الاخيره هو طبعا الاهلي بيتفوق بشكل كبير جدا على الترجي باستثناء طبعا المباراه اللي احنا عارفينها طبعا. تفتكر القصه دي بتخلي اللعيبه عارفين ان احنا الفريق ده يعني طبعا هزمناه اكتر من مره والموضوع يبقى خبرات كيك زي ما بيقولوا. مظبوط. هو هي القصه بالنسبه لجميع الاهلي، خلاص اعتادت على مواجهه الترجي، عارفين انت ازاي بتلعب. اصلا انت لما هتلعبي مثلا فرقه زي الترجي او شمال افريقيا غير لما فرقه افريقيا يعني مثلا زي صن داونز، مواجهه صن داونز غير مواجهه الترجي مثلا. ليه؟ لانه اللعيبه نفسها الشمال افريقيا ليها سمات وطبيعه شخصيه داخل الملعب، حتى الفكر الفني بيلعبوا بطريقه واصحاب البشره السمراء اللي هو مثلا زي جنوب افريقيا زي صن داونز. انا بتكلم على صن داونز احيانا لان هي اللي في المربع الذهبي مع الاهلي في البطوله يعني. فالمباراتين بتختلف، لكن تحديدا الترجي الاهلي طبعا معتاد على مواجهه الترجي السنين اللي فاتت وعارف كويس قوي نقاط القوه والضعف. حتى نبيل معلول مش اول مره الاهلي يواجهه. نبيل معلول ده اللي هو المدير الفني للترجي التونسي. الاهلي حتى كمان عارف طريقه لعبه كويس. لو كان كولر لسه متولي المهمه، فالكابتن صاحب حفيظ والكابتن سامي قمصان موجودين بقالهم فتره كبيره جدا مع فريق الاهلي وعارفين نبيل معلول طريقه لعبه ايه وبيفكر ازاي يعني. ده طبعا حافظين مفيش شك، بالاضافه الى ان كولر نفسه بيحضر كويس قوي قوي. من اكتر العوامل اللي مخليه كولر ينجح مع النادي الاهلي ان هو بيحضر صح، حضر صح كويس قوي، مش زي ما بيقولوا كده بيجي يلا ماشي. لا، كل حاجه بنظام، كل حاجه مظبوطه. اعتقد ان هو في وقت قليل قوي قدر ان هو يعيد الانضباط التكتيكي والفني لفريق النادي الاهلي. انا بتكلم بقى كمان ان هو بعد فتره موسيماني، لان ناس كتير جدا في وقت تولي موسيماني ما كانتش راضيه عن الاداء. كان أعتقد بيكسب. احنا عملنا كده مع كولر برضو، احنا برضو ظلمه شويه بنيجي كل ماتش نقعد نقول بقى الراجل ده ما اعرفش ايه. ما نقدرش نحاسبه اول ما جه، ده كان لسه متولي المهمه. خلينا برضو نقول ان كمان موجود معاه مجموعه لعيبه هو ما اختارهاش، ما عرفش عنها حاجه. صحيح. فبالتالي هو عشان وعنده فكر معين فقدر ان هو يوظف اللعيبه دي ويتغلب على فكره انه في بعض اللعيبه او هو طالب لعيبه معينه ما كانتش موجوده او محتاج لعيبه معينه مش موجودين، قدر ان هو يوظف اللعيبه بشكل كويس قوي. لو جينا بصينا حتى على لعيبه النادي الاهلي، مش هقول من كتير، من فتره حتى موسيماني، ده مش بيرسيتاو اللي كان مع موسيماني، ده بيرسيتاو ده لعيب جديد بالنسبه مع كولر، لعيب جديد، لعيب صفقه مهمه فنيه تقيله جدا بالنسبه للفريق الاهلي. نفس الوضع كهربا، طور كولر قدر ان هو يطور من امكانيات لعيبه الاهلي واداهم رساله كده من اول ما جه محدش ما كانوا مضمون. مين اللعيبه اللي انت حاسس ان هو اكتشفهم غير بيرسيتاو وكهرباء؟ مين اللعيبه اللي حاسس ان هو قدر؟ انا عايز اقول لك ان يعتبر نص الفرقه
كولر اصلا عادل شريف حمدي فتحي مميز جدا، انا ما عنديش خلاف عليه، بس بقى اكتر تميزا مع كولر. حمدي فتحي ادواره الهجوميه والدفاعيه رائعه، بغض النظر على الكارت الاصفر بتاع امبارح. بغض النظر على الكارت الاصفر، هي كل مباراه بقى يعني، بص هي المباراه دي لازم فيها كروت يعني، يعني لازم فيها كارت اصفر اكيد. نص النهائي حضرتك بتتكلمي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا والاهلي بيلعب بره ارضه، فطبيعي لازم. طب احنا عايزين بقى نرجع للمباراه بتاعت امبارح. احنا طبعا شفنا بيرسي تاو في الدقيقه الثامنه دخل، يعني المباراه كانت قويه جدا بالزبط. من الفرقتين في الاول، اول 8 دقائق بيرسي تاو جاب جول، قتل طموح الترجي في الدقيقه 55 تقريبا الجول الثاني. انا بالظبط كهربا ضيع جون في الدقيقه 27 تقريبا، بس هنعديها برده عادي، وجاب جون في الشوط الثاني في الدقيقه 75 برده تقريبا. فكلمني بقى عن المباراه وتحليلك ليها ايه وطريقه اللعب. المباراة زي ما قلت حضرتك متحضر ليها كويس قوي قوي على الناحية الفنية. الراجل قرى الترجي في آخر أربع خمس ماتشات في دوري أبطال أفريقيا، واتفرج كمان عليه في الدوري التونسي، حط التشكيل المناسب، طريقة اللعب المناسبة، ده ساعد أكتر كمان. كده كده الأهلي زي ما قلت لك هو أوريدي متميز فنيا على الترجي التونسي، حتى لما هنيجي نبص على مستوى الفرقتين بداية من البطولة، لا الاهلي متميز اكتر. الترجي يمكن كان في مجموعه الزمالك ما كانش يخوف، او ما او اداؤه او مستواه في مجموعه الزمالك ما يبينش ان الترجي هينافس اصلا على اللقب في النسخه دي. نقدر نفتكر ان الزمالك، بس خلينا نقول برضو ان الترجي من الفرق القويه موجود في المربع الذهبي طبعاً. بس هل تاريخ عدم وجود جماهير في الاستاد امبارح هل ده اثر على الفريق بشكل سلبي؟ لان هم على ارضهم، ماتش الذهاب ده زي ما بقول لك دايما بنبقى احنا اللي حاطين ايدينا على قلبنا وخايفين لعبتنا تتاثر. مظبوط. الحقيقه انه كان العكس. مظبوط. فهل عدم وجود جماهير في الاستاد اثر عليهم بشكل بمليون في الميه؟ اثر على 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 فريق الترجي، لانه زي ما قلت حضرتك ان فرق شمال افريقيا تحديدا المغرب والجزائر وتونس بيعتمدوا على الباور بتاعهم في الملعب من الجماهير اكتر من اي حاجه، اكتر من الفني واكتر من امكانيات اللعيبه. الجماهير هي اللي بتعمل سبورت كبير جدا، 70% يمكن من قوه الفرق شمال افريقيا هي من جماهيرها، وتحديدا الترجي باور كبير، جماهيره بالنسبه له باور كبير جدا، فبالتالي هو حرم من قوه كبيرة قوي بتدي له دفعة دائما في المباريات. على واستقبالا يعني للامور اللي كانت في صالح الاهلي كويسه، انه في كان غيابات مهمه جدا لعناصر مميزه جدا في فريق الترجي زي حمد الهوني الجناح الليبي، طبعا ده مميز جدا. حارس المرمى برضو الاساسي ما كانش موجود، كان في اكتر من غيابات، بس حتى لو دول كانوا بيلعبوا انا كنت برضو او يعني واثق ان الاهلي هيحقق نتيجه ايجابيه، ان ما كانش هيفوز هيتعادل، حتى لو الترجي بكامل عناصره وبكامل يعني قوته الاساسيه والفنيه الاهلي برضو كان هيقدر يحقق النتيجه. زي ما قلت لحضرتك لما هنيجي نبص لمستوى الفرقتين بدايه من انطلاق البطوله، لا الاهلي طبعا غير ومختلف تماما، ويمكن انا بشوف ان الطرف النهائي الاهلي وصن داونز، ومش بقول كده عشان دلوقتي، لا ده من قبل كده من وقت يعني احنا نقدر نقول خلاص ان الاهلي طبعاً حط رجليه في النهائي، خلاص ننسى بقى قصه الاهلي صعب جدا الذهلي. يخسر هو حقق يخسر رقم قياسي يعني، ده دي 10 بطولات في بالظبط، فيعني هو كده كده لازم باذن الله. وبعدين خلي بالك حضرتك برضو المباراه يوم الجمعه الجايه وسط جماهير غفيره وعريضه من جماهير النادي الاهلي في استاد القاهره، ده طبعا باور برضو كبير جدا. تعالى بقى نتكلم على مباراه الاياب والترجي التونسي الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكونوا عندنا احنا. انا بشوف ان هو ممكن يعني انا عاجبني جدا تصريحات متزنه جدا لكولر ومحمد شناوي بعد المباراه تحديدا، يعني يمكن الاهلي 3-0 خلاص يعتبر الترجي اتقتل طموحه ان هو يتاهل، ولكن شفنا كولر بعقلانيه وبهدوء قال لك يا جماعه لا الماتش لم يحسم، احنا عندنا تصريحاته في المؤتمر طبعا الماتش لم يحسم، وانه ياما شفنا امثله كثيره جدا، واستشهد بالمباراه الشهيره ما بين ليفربول وبرشلونه اللي كان برشلونه كان الحلم بالنسبه له خلاص اتقتل المباراة، كان ليفربول قدر ان هو يرجع تاني، فاستشهد باكتر مباراة بيبقى فيها ريمونتادا قوية جدا، ولكن طبعا احنا واثقين ان الاهلي قادر ان هو يتخطى طبعا. طب ايه توقعاتك للمباراة اللي جاية؟ مباراة فوز الاهلي تاني كام؟ 3 تاني او ممكن 4 كمان. طب احنا الناس كانت معظمهم متوقعين ان بيرسي تاو وكهربا هم اللي هيجيبوا الاهداف، فانت متوقع في المباراه اللي جايه مين اللي هيجيب؟ كهربا هيجيب وبيرسي تاو هيجيب، وحتى حسين شحات عنده فرصه ان هو يجيب. على فكره انا بشوف ان مباراه الترجي اللي هنا في القاهره دي هتبقى يعني
بعد تلت ساعة هتبقى سهلة جدا بالنسبة للأهلي، لأنه هو الأهلي الترجي أعتقد أنه مش هياخد أكتر من تلت ساعة نص ساعة بكتير يكون الأهلي مسجل هدف الأول. جماهير الأهلي برضو مش هتقل قوة عن جماهير الترجي، إن هي قد إيه بتبقى باور، قد إيه بتبقى طول الوقت بتشجع بتحمس جماهير الأهلي. اللعيبة تبقى مضغوطة بس ضغط إيجابي، اللي هي بتبقى بتبذل أقصى حاجة لديها، بتستعجل الفوز تجيب جول مبكر عشان تريح أعصابها عشان تبتدي تلعب بارتياحية شوية. بالكلام ده كله بيقلل أخطاء اللعيبة، فالأمور بتبقى أفضل بكتير جدا من ان هو الفوز يتاخر. ده بالاضافه لانه الاهلي كده كده مامن الدنيا شويه لانه فايز بره ارضه 3-0. فلما نيجي نتكلم ان الاهلي صعب جدا ان الاهلي يخسر على ارضه 3 او حتى 4، يعني فانت صعب متوقع صعب. الفوز ومتوقع برضو ان كهربا هيكون من ضمن الهدافين. خلينا نقول ان كهربا يتصدر هدافي دوري ابطال افريقيا. كهربا لازم نقف عنده شويه طبعاً. ونقول ان هو فعلا بيحاول يثبت ان هو مكسب للنادي الأهلي بعد طبعا الأزمات اللي عدى بيها الفترة اللي فاتت. فيعني أنت من وجهة نظرك شايف كهربا لعيب كبير الوقت. كهربا لعيب كبير، وكهربا الصفقة الأهم. وأنا كنت مع يعني مؤيد وجهة نظر جماهير الأهلي، كان في جماهير كتيرة جدا بصراحة مؤمنة جدا بإمكانيات كهربا. انا فاكر وقت يناير الجماهير كانت بتتكلم طب صفقات، طب عايزين مهاجم، طب كذا، كل الناس بتتكلم ان كهربا هو الصفقه المهمه وهي الصفقه السوبر. وبالفعل كهربا قدر ان هو يكسب الرهان، وكولر كمان كسب رهانه على كهربا. يمكن من اول مباراه الايقاف اتشال من على كهربا، نزل كهربا ولعب افتكر ماتش سموحه في الكاس، قدر ان هو يجيب جول وقدر ان هو يصنع. فهو اوريدي لعيب كبير ولعيب مخضرم ولعيب رغم صغر سنه هو مخضرم وعنده امكانيات فنيه رائعه جدا وتفكيره قدام الجول غير متوقع بالظبط. ما هو اللاعب او المهاجم اللي قدام الجول تفكيره بيبقى غير متوقع، بيبقى صعب جدا على اي مدافع او اي حارس مرمى. انا فاكر الجول اللي جابه الاولاني في الهلال السوداني غير متوقع، الراجل بعمل مهاره عاليه جدا وغير متوقع، وحط الكره في الشبكه بشكل رائع جدا مش متوقع. فبالتالي ده لعيب مكسب، لعيب مهم. وانا بشيد بكولر هنا انه اداله الفرصه وانه هو راهن عليه، وانه هو من اول ما كان يحق له انه يلعب لعب وادى وكافئ حقيقة كهربا لكولر. من خلال كولر هيتطور اكتر واكتر. بشكرك شكرا طبعاً. جزيلا الناقد الرياضي هشام محسن، صباحك صباح الورد. صباح الفل. سادة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم مره تانيه مع تاني فقراتنا النهارده، ما تروحوش في حته. أكيد كلنا بنسمع عن المعارض اللي بتقوم بيها وزارة التضامن زي تراثنا وديارنا لدعم وتشجيع المنتجات والصناعات المصرية. وزي ما الدولة المصرية مهتمة بتشجيع المصنعين المحليين والترويج لمنتجاتهم، احنا كمان بنحاول نقدم لكم دايما نماذج ناجحة من المصريين أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة المختلفة. النهاردة بنورنا واحدة من النماذج دي واللي قررت رغم دراستها للهندسة أنها تتوجه لحاجة تانية خالص، وهي تصميم الشنط والمنتجات الجلدية الهاند ميد. يا ترى إيه سر القرار ده ومين اللي شجعها عليه؟ كل ده وأكتر هنعرفه من المهندسة مروة قباري بعد ما تقول لنا ونقول لها صباح الورد عليك. صباح الجمال يا حبيبتي. قولي لي بقى، أنا شايفة حاجات حلوة قوي قدامي دلوقتي مصنوعة من الجلود. أنت أصلا في الأصل مهندسة. بالظبط. عملتي بقى الشفت كارير الرهيب ده إزاي؟ هو انا ما عملتش شيفت كارير قوي، انا لسه شغاله زي ما انا. بس هي كل حكايه ان انا طول عمري بحب اشتغل بايدي في حاجات كتير جدا، مش الجلود يعني. عموما كل حاجه ممكن تتخيليها اشتغلتها بايدي. انا عارفه ان دول هاند ميد، بس انت عاملاهم فعلا بايدك؟ ايوه. هاند ميد من اي تو زد. مش قصدي مش عندك ناس بيعملوهم، انت اللي بتعمليهم بايديكي؟ ما هو انا بعمل بايدي، بس انا علمت ناس بتيجي تشتغل معايا عشان مش عارفه انجز الشغل لوحدي. ففي ناس فعلا انا علمتها واشتغلت معايا من اول ولاد خالاتي شروق عبد الرحمن واسلام وناس كتير بعد كده علمتهم وجبتهم اشتغلوا عشان هم برضو بقى عندهم كارير خاص بيهم يعني. فطول الوقت انا بشغل ناس وبشتغل عشان اعرف انجز يعني. طب اشمعنى شنط واشمعنى جلد؟ يعني في ماتيريالز تانية كتير اسهل، فانت اخترتي اصعب حاجه. عشان انا عديت بكل المراحل دي. انا عديت بالشنط، عملت شنط من القماش ومن الكروشيه ومن التريكو، عملت شنط من كل حاجه تقريبا. بس جيت على الماتيريال بتاعت الجلد، حسيت انه لا، إن الجلد حاجه بقى بتطلعي منه فن مختلف تماما. الدق والحرق والتلوين بتطلعي شغل
يعني لا مختلف، مختلف تماما، مش مجرد تصميم خارجي. احنا بنتكلم في ان الحاجات الجلود اللي قدامنا دي 100% جلود طبيعيه. طبعا كله جلد طبيعي. انت ما بتبدايش طبعا الجلد بيجي لك مطبوخ جاهز. لازم بتبتدي ازاي بقى؟ بيجي لك فرخ الجلد او انا مش عارفه حيوان. هو بيبقى الحيوان كامل. اوكي. مفروض الجلد. اوكي بيجي لك الحيوان كامل مفروض، وانت بقى بتبتدي تقصقصيه وتستخدميه صح من غير ما تخضري فيه. بصي الستابس بتبقى عباره عن ان انا الاول بعمل زي سكتش كده للموديل. بعد السكتش بعمل حاجه اسمها باتشون. مهندسه بقى فلازم يعني نستغل الموضوع ونرسم. نفعني كتير جدا صراحه. اوكي. بعد كده بطلع الباترون، بعد كده ابدا اشوف ايه الديزاين اللي ممكن يتعمل على الباترون ده او يناسب الباترون ده. احنا معانا الديزاينز كلها والمنتجات بنعرضها على الهوا دلوقتي وحضرتك بتتكلمي. بعد كده اشوف بقى الديزاين ده هعمله بقى حرق، هعمله تلوين، هعمله دق. الدق ده بيخلي الحاجه بارزه، يعني انت لو لمستي هتحسي ان يعني الحاجه يعني اللي معانا على السكرين دي دلوقتي حرق ودق الاثنين صح؟ بالظبط كده. في بقى برضه خلي بالك. اوكي. وفي الوان في النص أو طبعا حاجة. انا بحب قوي ادمج بقى الحاجات كل اللي انا اتعلمته، احب ادمجه اطلع حاجه سبيشال جدا. والرسم ده يعني الغزاله اللي على الشنطه دي مرسومه بالايد هاند ميد. انهي؟ مش دي غزالة على حسب نظري يعني؟ طمنيني طمنيني. ولا انا مش هي الشنطة عليها شجرة. دي شجرة مش غزالة؟ لا ماشي. الصبح بقى انت عارفة لسه صاحيين. الشجرة دي مرسومة هاند ميد. ايوه بالظبط كده. كل ده معمول بحاجة بالحاجة اللي هو الحرق على الجلد. احنا جبناها قريب كده. شجرة فعلا حرق على الجلد. وبعد الحرق عملت تاتشات كده بسيطة بالألوان والدق. الدق ده بتستخدمي ايه عشان تحرقيه كده على الجلد؟ عارفة شبه مكوة التاتو اللي بتعمل التاتو. بس دي بقى للجلد الطبيعي. اوكي. بيتعمل بيها الحرق سواء على الجلد او على الخشب. بدرجات حرارة وتبدأي بقى تظبطي ايدك انه يطلع. طب هل انت في الاول كده مفيش شنطة من دول شاطت منك حاجة؟ لا 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 خالص يعني. استعملها يعني مع اول شجرة صابت ما خابتش الدنيا كانت تمام؟ لا لا مش شاطت. انت هاوية فابتديتي الموضوع اكيد بانك بتدوري الكلام ده كله، فالبدايات برضو اكيد مش. لا مش ولا هو مش يعني الموضوع بيبقى سنس شويه، وبعدين درجه الحراره بتاعتها انت بتظبطيها، فانت بتظبطي على اقل درجه حراره وتشتغلي. ده اولا انا جربت مع نفسي كتير، وبعد كده رحت بقى اتعلمت عند حد بروفيشنال جدا فهمتني. خدتي كورسات؟ ايوه طبعا. انا اخدت كورسات من الاول خالص، اخدت الكورس المبادئ الاول، وبعد كده اشتغلت على نفسي. بالظبط. اشتغلت على نفسي سنه كامله، وبعد كده بدات اخد حاجات متخصصه اكتر في الحرق في التلوين عشان اقدر اطلع الحاجه شكلها بروفيشنال. امتى ابتديتي تطلعي منتج يتباع؟ بعد قد ايه؟ بعد الكورس على طول، اول واحد خالص. انا بعد 3 شهور بدات ابيع. يعني بعد عشان اي ست دلوقتي قاعده محبطه وحاسه ان اتس تو ليت زي ما بيقولوا. لا لا لا. نقدر نقول لها ان انت ممكن في خلال 3 شهور. أيوة لو بالزبط. انت هاويه او عندك حته الفن دي شويه، بتعملي حاجات في البيت الكلام ده كله، ممكن قوي تاخدي كورس وتبتدي فعلا مشروع وتبيعي وتنجحي. فانت بعد 3 شهور من الكورس قدرتي ان انت تطلعي منتج. بدات ابيع فعلا، بعت اول قطعه بعد 3 شهور. بس الفكره بس ان اهم حاجه تركزي على ان البرودكت يطلع شكله بروفيشنال، ما يبقاش يعني زي البوت اللي معانا على الارض دلوقتي. ده بروفيشنال. بالظبط. اعتقد ده قصه ان هو يبقى هاند ميد من الحاجات الصعبه جدا. هنخش بقى في مقاسات. بص البوت بالذات انا عامله عليه الدق والتلوين والصبغات والحرق وكل ده يدوي، لكن التقفيل قفلته مكن عند حد متخصص في ده. عشان الغرز والحاجات اللي هي الشغل الخياطه صعب، او هيبقى شكله مش لطيف مع الخيط التخين بتاعنا. احنا بنشتغل الخياطات وكده بخيط تخين شويه. فمع البوت والمساحه وكده لا، ما مش هيبقى لطيف مع الكبس والكلام من ده ان هو يبقى يدوي يعني. طب احنا بنتكلم ان الشنط دي جلد طبيعي، اسعارها ايه بقى؟ بتتراوح ما بين كام لكام؟ يعني ممكن من اول 1000 وانت طالعه بقى. طب مين المقبلين على شراء هذه المنتجات؟ يعني مين اللي بيقبل قوي ان هو يشتري حته فنيه كده، شنطه تبقى معمول عليها شغل هاند ميد، تكون من الجلد الطبيعي، لان الحاجات دي ليها ناسها قوي. فمين، قولي لي ايه الاعمار مثلا الاكتر، يعني الزباين الاكتر بتوعك سنهم تقريبا من كام سنه؟ هم اكيد فوق ال 25 ده. مبدئيا الموضوع بقى مقسوم عميلين، عميل بيحب الحاجات الشغل بقى الالوان والدق والتلوين والحركات والحاجات اللي تخلي الحاجه شكلها سبيشال قوي دي. وعميل تاني لا، مش همه الحاجات دي خالص، هو همه فينش وتقفيل وموديل، وان الموديل يبقى عملي ويؤدي احتياجاته. ده نوع عميل وده نوع عميل.
والاثنين الحمد لله لقوا اللي هم عايزينه عندي. طيب انت شاركتي في معارض حكوميه كتيره زي تراثنا وزي ديارنا والحاجات دي، قولي لي بقى المعارض دي استفدتي منها ايه والمشاركه فيها كانت ازاي؟ المشاركه بيبقى عن طريق التقديم، عن طريق الاستماره للتنزيل. يعني. الدنيا بسيطه يعني. المعارض بتفيد في ايه؟ انه بيعرض شغلي بقى العميل، انا شغلي كله اونلاين، انا ما عنديش ستور. فالمعرض بقى بيوصلني للعميل اللي ملوش علاقه خالص بالسوشيال ميديا. يعني في فعلا عميل ما بيحبش يشتري من السوشيال ميديا، ما بيحبش يشتري اونلاين. في عملاء كتير ممكن يكونوا كبار سن الى حد ما، وبالنسبه لهم قصه ان انا اطلب اونلاين دي صعبه قوي. ممكن جدا يعني. ممكن جدا. وفي عميل ما بيثقش في الاونلاين. هو لا، حتى يعني انا وانا في المعرض ناس كلموني هم متابعيني من سنين، بس هم جم عشان يشوفوا الحاجه على الحقيقه. انا حسيتك هتقولي يعني انا ما بثقش في الاونلاين، انا هو ببيع اونلاين ما بثقش في الاونلاين. يعني كلنا والله ما بنثقش في الاونلاين. يعني كتير قوي عميل بعد ما الحاجه توصله، يعني الناس بقى اللي بتبقى متردده اول ما الحاجه توصله، لا انا اول مره اشتري اونلاين والحاجه تطلع على المستوى ده. دايما بيبقى عكس. بتشتغلي شغل هاند ميد وجلد طبيعي وحاجات برضو يعني، فاهمه؟ مش الحاجات بقى اللي هي الصيني اللي جايه فانت حاطه صوره غير صوره الحقيقه والحاجات اللي بنشوفها. لا في ناس بتعمل كده بقى، ربنا. ده كتير جدا. انت فعلا بتطلبي الحاجه من على النت بيبقى شكلها انت قاعده بتعدي الليالي هتوصل امتى، واول ما توصل بتصيبك حاله من الاحباط. وانا كلنا اي سيده بتسمعنا دلوقتي اكيد جات لها حاله الاحباط المبالغ فيها دي، وقررت انها ما تشتريش اونلاين تاني بسبب حد من الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول. طيب في المعرض بقى انت قلتي ان بيجي لك نوعيه تانية من الزباين يعني، فهل نوعيه الزباين اللي بتجي لك في المعرض دي اعمارهم برضو بنتكلم فوق ال 25 ولا المعارض دي بيجيها شباب؟ كل الاعمار. كل الاعمار بتيجي في المعرض من اول بس برضو مش اللي هم مش ال 18 و 17 والحاجات دي، لا برضو فوق ال 25. يعني احنا بنتكلم كلهم معظم فوق ال 25. ايوه، ما هي برضو عشان يبقى عندها القدره الشرائيه ان هي تقدر تشتري. يعني صحيح، يعني شويه اللي سنهم صغير لا يعني مش هتبقى قادره تدفع 2000 و3000. ما بقاش والله صدقيني، ما بقاش الولاد ما بقوش زي زمان خالص. احنا معانا صور تانية لمنتجات تانية برضو ليكي على الشاشه، منتجات جلديه. دي شنطه السفر، عليها شغل. دي شنطه جميله برضو، ده هاند ميد. ودي دي شنطه كانت اول شنطه سفر على مستوى العالم. انا مش قادره اقول لك دي تحفه فنيه. ميرسي. يعني تحفه فنيه حقيقي، وبعدين ديزاين فرعوني وحاجه. يعني انا عايزه اقول لك الاجانب بيتهبلوا على الحاجات دي حرفيا، وخصوصا بيقدروا جدا فكره القطن الطبيعي، الجلد الطبيعي، الهاند ميد، الحاجات المعموله بالايد. يمكن بيقدروها اكتر مننا كمان بكتير كتير. يعني وعارفين ان كل جنيه بيتدفع في مكانه فعلا. طب انت مش ناويه يبقى عندك ستور او يبقى عندك شوروم او يبقى عندك مكان تقدر الناس تجي لك فيه؟ وحاليا في مكان في متحف الحضاره ان شاء الله. ده مكان هايل. لا معانا دماغ بتفكر، ده مكان هايل. مش بتاعي. لا انا كنت بقول لك مش بتاعي. لا صحيح، بس هو حد طلب مني ان اخد شغلي يعرضه في الستور بتاعه هناك. ده كلام جميل جدا. فهتبقى خطوة كويسة الحمد لله. طب انت بتروجي للشغل ده على السوشيال ميديا ازاي برضو عشان لو حد بيسمعنا يستفاد بقى الاستفادة الكاملة؟ بصي، اول ما بدأت خالص سلمت الموضوع لحد فاهم. يعني هو اخد فلوس شركة ماركتنج مثلا او حاجة. يعني كان حاجة صغيرة برضو عشان على قد يعني. ماركت للموضوع بطريقة بسيطة، عن طريق اللي هو الاعلانات الغير مباشره. عنده كان عنده جروب كبير وكان بينزل البوستات عني بطريقه غير مباشره، مش طريقه بيع يعني. عشان بس ايه رايكم ومش عارف ايه والحاجات دي، بحيث ان الناس تشوف المنتج كده والكلام ده كله. وعمل بقى جروب وبيج ومش عارف ايه، والدنيا بدات تشتغل بعدها زي ما قلت لك بحوالي 3 شهور. بعد كده بقى طبعا في اعلانات مدفوعه بس الاكتر منها بالنسبه لي انا عملت شنط مش محدش عملها غيري. فبقيت اخد الشنط اللي محدش عملها غيري ديت، اللي هي شنط السفر والشنط الباك اللي بسفر والحاجات اللي بتعبر عن مصر ومش عارف ايه، اخدتهم وبقيت انزلهم في الجروبات الكبيره. صورهم في الجروبات طبعا، والتصوير اي بي سي ان انت تسوقي على السوشيال ميديا هو التصوير. ادفعي أكيد. كويس قوي في التصوير عشان تعرفي تسوقي لها بعد كده ويطلع المنتج بشكل لائق. بالظبط كده. ما هو انا تبقى انا دايما زي الصور اللي احنا بنشوفها في السوشيال ميديا. انا مش شايفه حاجه غير صوره. انا ولا شايفه ماتيريال، ولا شايفه ايديكي وانت شغاله، ولا شايفاكي اشتغلتي فيها قد ايه، ولا الجو ده خالص. انا شايفه صوره بس.
فانت تدفعي كويس قوي عشان تطلعي صوره بروفيشنال بس. فاخدت الصور دي وبقيت اتسوق لها او انزلها في الجروبات الكبيره وجروبات الاجانب وي 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 والحاجات دي. طبعا فكره ان انا فزت في بجوائز على مستوى الجمهوريه برضو بقت تسوق لي، يعني انا يعني ان انا اقول ان انا عملت ده او ان انا وصلت للمستوى ده او ان انا اخدت جائزه من المكان الفلاني، فده بقى برضو. طب كلميني عن الجوائز اللي انت اخدتيها. انا اخدت جائزه على مستوى الجمهوريه 2018 بشنطه باك للسفر بتعبر عن مصر. واخدت جايزه تاني من المجلس الاعلى للثقافه 2021 بالمركز الثالث على مستوى الجمهوريه باول شنطه سفر على مستوى العالم. ما شاء الله. طب قبل بقى الجوائز دي وقبل النجاح ده وقبل ما المشروع يطلع للنور، امتى مروه حست انها محبطه جدا وحست ان المشروع ده انا مش متاكده انا صح ولا لا؟ كل واحد بيعمل مشروع أو بيبتدي في طريق بتجيله أوقات كتير وهواجس كتير بتاعت أنا مش هنجح، أنا مش متأكدة، في إحباط، لا أنا ما بعتش كويس، أنا ما بجيبش الفلوس، أنا بصرف عليه أكتر. إمتى جاتلك الحاجات دي كلها وعديتي منها إزاي؟ بس هي المراحل دي أنا عديت بيها بس مش في الجلد، أنا عديت بيها في المراحل في الحاجات التانية. فكنت داخلة الجلد وأنا أوريدي محبطة أصلا أنا كنت بقالي سنين وسنين بشتغل بإيدي وما فيش دخل جنيه حرفيا. كنت بشتغل بس ما فقدتيش الأمل. لا، ما هو البقاء دايما للنفس أطول. دي معلومة مهمة جدا وبرضو حقيقي. أن أنا بحب ده، يعني أنا بحس أنه يعني أنا حياتي هنا. يعني أنا ما بحسش بحياتي ولا أن أنا بتنفس غير وأنا بشتغل شغلي ده. طب أنت في الأول ما كنتيش بتدخلي جنيه وكان نفسنا ابتدى نتكتم خالص لحد ما وصلنا للجلد داخلين اصلا محبطين، ايه اللي خلاكي تخشي وتغيري بقى؟ يعني تغيري الماتيريال وتاخدي حاجه اصعب؟ وانت انا عارفه طبعا ان اكيد الاراده وانك مصره على النجاح، بس قدرتي تعملي ده ازاي؟ لان الكلام ده هيفرق انا عارفه في نفسيه اي حد محبط وقاعد بيشرب النسكافيه بتاعه دلوقتي ويتفرج علينا وحاسس ان هو فشل وحاسس ان اتس تو ليت. تمام. الاول خالص انا كنت داخله ولا هشتغل ولا اي حاجه خلاص، انا فقدت الامل ان انا اشتغل في الحاجات دي. انا كل حكايه انا كنت عايزه اعمل شنطه لنفسي ليا بقى ولاختي ومامتي والكلام بس. فدخلت اخدت الكورس وعملت شنطه. طب انا هو انا بعمل كل الحاجات دي ومش بستفيد منها خالص. طب انا بعرف اعمل كذا وبعرف اعمل كذا وبعرف وبعرف. طب ما اقدم في مراكز الكورسات ان انا ابقى مدربه. رحت قدمت ونجحت اصلا. يعني انت كنتي رايحه تقدمي ان انت تعلمي مش انت تعملي مشروع وتفتحي. لا خالص. أوكي. رحت قدمت وفعلا قابلوني في كذا مكان فبقيت مدربه في كذا مكان في نفس الوقت. بس وانا بقى شغاله بقى معايا فلوس فبدات ادفع فلوس. طب انا ما زق فلوس في تسويق الحاجات دي. رحت خدت الفلوس ديت وزقتها في اتجاه الايه التسويق. فبدا يجي لي وبقى معايا زميلتي في الشغل شافت الشنطه. طب ينفع تعمليه زيها؟ قلت لها ينفع. فده كان اول اوردر. خالته طب انت ينفع تعملي لي شنطه؟ ينفع. ابتدينا بالدايره الصغيره اللي حوالينا الاول بالظبط كده في اعجاب اهو. فبدات ايه طب ايه ده هينجح. رحت زقيت بقى فلوس على السوشيال ميديا فبدا يجي لي اوردر اللي هو بقى اوردر فعلي ملوش اي علاقه باهلي ولا معارفي. كان بعد 3 شهور بس. فبدات طب ما خلاص الدنيا هتشتغل اهي. رحت اكتر 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 وبدات اسوق للموضوع وبدات جات المسابقه الاولانيه وعملت شغل فعلا نجحتي ملفت وتميزتي وخدتي جوائز عالميه كمان الحمد لله. مهندسه مروه قباني نورتيني النهارده وانت مثال يحتذى بيه. ميرسي جدا. وصباحك صباح الورد. صباح الجمال يا حبيبتي. ساده مشاهدين دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد. صباح الورد والفل والياسمين عليكم. We'll be right back.